Welcome to one of the most memorable evenings that MSA University celebrates. Your outstanding achievements and success stories were breaking news that people talk about here and there. You may no longer be university students, but you are the future of this country. Now let's get this memorable evening started. ايموشنز كتيرة، يعني فرحانة ان انا اتخرجت، بس في نفس الوقت متضايقة ان انا خلاص شابتر جديد يعني جاي. عيشوا بجد، دي احلى، هتبقى احلى ايام حياتكم ومش هتتكرر تاني. فرحة مش عارفة اوصفها، يعني مبسوط جدا طبعا من كل قلبي. اكبر واحسن انجاز انا انجزته النهاردة، مش بس ليا لا والاهلي كمان، وان هم بس كفاية نظرة الفخر اللي هم شايفيني بيها. كنت بحب الجامعة قوي بجد، الجامعة دي كانت حياتي كلها، فحاسه ان انا متضايقه قوي ان انا هسيبها. استاذ صعب شويه، على قد ما كان فيها ايام صعبه كتير بس كان فيها وقت حلو قوي. ده اسعد يوم في حياتي وكنت مستنيه اليوم ده. حاسه ان هو عايزه اعيط بس نفس الوقت انا فرحانه وفي جوي كتير قوي. كل حاجه ايموشنال قوي، ويعني مبسوطه جدا جدا، وفي نفس الوقت متضايقه علشان هيوحشني كل حاجه في الجامعه. بجد بجد مبسوطه ان الجامعه عملت لنا حاجه بجد، اللي هو يعني اتس ا ميموري يعني تو ريمبر. فعلا اليوم اللي الواحد كان بيتمناه. انا اكسايتد قوي الصراحه، انا مش مصدق نفسي ان هي دي بنت صغيره وبتتخرج ومن جامعه عريقه زي دي. الحمد لله انا مش مصدقه اصلا ان اليوم ده جه، سبحان الله. يعني انا بصي خلاص عينيا بتدمع. فرحانه فرحانه فرحانه، ما عندكيش فكره. فرحانه جدا، يعني مش قادره اقول لك احلى يوم في عمري. انا سعيد جدا وفي قمه سعادتي ان انا اشوف يعني جزء من عمري بيتوج على منصة تتويج. يعني MSA thank you so much, thank you على الوقت الحلو. Thanks for inspiring us. فعلا انا فخور ان انا خريج جامعه MSA. Thank you for the good time and thank you for making me who I am today.